يا حي الله والطيبين، يا مرحبا ويا مسهلا. السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي الغوالي متابعي قناة جرينتا سبورتس، معكم أخوكم المعتصم بالله. واليوم عنا حصاد لمنتصف موسم كل بطولات أوروبا الخمسة، ألا وهي إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، إنجلترا وفرنسا. أبرز العناوين اللي ممكن نحكي فيها إنه صدارة مريحة لنابولي بفارق كتير كبير، الارسنال بالشهر الثاني راح يحسم موضوع البطولة لان عنده لقاء مهم كتير مع السيتي، اذا فاز 90% راح يتوج باللقب. البارسا ختم الشتاء بفارق مريح عن اقرب منافسيه ريال مدريد بخمس نقاط، اما باريس والبايرن بعد المونديال لحد الان ما رجعوا مثل ما كانوا بالسابق. فاصل وراح نبدأ. من تسمعوني صلوا على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أصدقائي الغوالي، إذا أول مرة عم تشوفني وكتير هيك فرحت بشوفتي، أتمنى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس. اللايك والتعليق بآخر الفيديو كتير مهمات، هن بسيطات بالنسبة لك بس أنا بيحفزوني لأشتغل أكتر وأكتر. فستنفذ سمومها هنا في استاد الإمارات، الجالكسي 3-2 الأرسنال، مدفعجية زمان، مدافع بيركامب، روعة بيريز، سحر فييرا، قيمة جانرس أرسنال، وطلعات سول كامبل، والساكاين جول. الوضع بإنجلترا أنه ترتيب الدوري الأرسنال متصدر بفارق 5 نقاط عن السيتي وناقص مباراة عنهم، يعني الوضع مريح. إذا فاز اللعبة هاي راح يكون الفارق 8 نقاط. في شوية أخبار متفرقة مرتبطة بأندية إنجلترا خلينا نحكي فيها، وعلى البداية دائما مع نادي إيفرتون. إيفرتون أقال السيء جدا تدريبيا والمتألق جدا حينما كان اللاعب فرانك لامبارد بتعيين شون دايش خلفا له وبعقد يمتد حتى العام 2025. بالمقابل نادي تشيلسي اللي عم بيصرف كتير 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 بشكل مبالغ قدم عرض لنادي بنفيكا مشان يحصل على خدمات إنزو فرنانديز بقيمة 120 مليون يورو، والقرار الآن بإيد بنفيكا. بينما هاري كين مستمر بمفاوضاته مع توتنهام وطلب رقم عالي كتير، 25 مليون يورو سنويا تقريبا. يمكن المفاوضات تعثر، وإذا شفنا في إنجلترا قد ينتقل لنادي ما في غير مانشستر يونايتد بالحال بالوضع الحالي هاد هو القادر يجيب هاللاعب هاد ويعطيه الراتب. السيتي مكتفي، الأرسنال مو بحاجة لهيك صرفيات عالية، تشيلسي بيروح بيجيب لعيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، بيدفع عليهم، برجع بشتري لاعب من الانتر بيبركوا على الدكة، برجع بيعيره للانتر، برجع بيعه ببلاش للانتر. ما هو يعني إذا بإنجلترا بدك تلعب فقط في مانشستر يونايتد، بينما لسه في أقاويل ربطة اللاعب بنادي باريس سان جيرمان ونادي بايرن ميونخ. الترتيب الحالي للدوري، الأرسنال بالصدارة لعبان 16 مباراة عنده 50 نقطة، الثاني مانشستر سيتي لعبان 20 مباراة عنده 45 نقطة، ثالث نيوكاسل يونايتد لعبان 20 مباراة عنده 39 نقطة، وبنفس الرقم هذا مانشستر يونايتد بفارق أهداف فقط بالمركز الرابع لعبان 20 مباراة أيضا 39 نقطة، بينما المركز الخامس توتنهام لعبان 21 مباراة وعنده 36 نقطة. بصدارة الهدافين إيرلينغ هالاند برصيد 25 هدف، المركز الثاني هاري كين ب 16 هدف. انتهينا حاليا من الدوري الانجليزي ويلا ننطلق للدوري الاسباني. رجع برشلونة من جديد، رجع البرصة يمتع، رجع البرصة يسحر. هل هي مبالغة في تعليق أم ماذا؟ توحشنا أيام زمان، توحشنا أيام الدلال، توحشنا كرة زمان وكرة جمال وكرة أيام يا البرشلونة. نعم تركتهم في حال مع كومان، عدت لهم مع تشابي في هذا المساء، هذا الدومينغو بلغة أخرى موسيقى، موسيقى موسيقى والله لا أبالغ، موسيقى وكرة ممتعة. الرقص بالتيكي تاكا على طريقة تشافي، طبقها كلاعب ولا ينفذها ككوتش ومايسترو. مثل ما بدأنا الدوري الإنجليزي بشوية أخبار، خلينا نبدأ الدوري الإسباني بشوية أخبار. سحبت ظهيرة يوم الاثنين قرعة النصف نهائي لبطولة الكوبا دي ري كأس الملك في إسبانيا، وأسفرت عن كلاسيكو الذهاب إياب بين ناديي برشلونة وريال مدريد. من حسن حظنا نحن مشجعي بين هدول ومحبي المتعة انه حظينا بكلاسيكو من هيك نوع ببطولة الكأس، يعني لو متأهلين على النهائي راح نشوف ماتش واحد، لا هلا بنصف نهائي راح نشوف لعبة الذهاب في البرنابيو ولعبة الإياب في الكامب نو. وللمعلومة أوساسونا وبيلباو كذلك راح يلتقوا في المباراة الثانية
من هالبطولة هاي. في سياق منفصل، نادي فالنسيا أقال الإيطالي جينارو غاتوزو. انتهت أيام الود والوصال بين الفريقين، بين الفريق واللاعب اللي استلمه طبعا بداية الموسم، وما لبى طموح الجماهير، وكان عنده سلسلة من النتائج السلبية. للأسف مدرب بكاريزما قوية لكن فقير تكتيكيا. الموهبة الجميلة جدا الإسبانية بيدري وصل مع نادي برشلونة لمية مباراة. نشوفه بيكون حاسم في أوقات ما بيكونوا فيها المهاجمين متواجدين، سواء إصابات أو غيابات أو ما هن بالفورما. بيدري عم بيحسم وعم بيجيب نقاط كتير مهمة لنادي برشلونة، وحصة الأسد بوصول النادي الكتالوني لصدارة الليغا الإسبانية. بيدري بعد ما وصل لمية مباراة مع نادي برشلونة، صار يتوجب على نادي برشلونة يدفع 5 مليون يورو إضافية لنادي لاس بالماس، لأنه كان في عقد بند بعقد اللاعب، بيقول إذا لعب 100 مباراة مع النادي لازم يدفع برشلونة 5 مليون إضافية. أما بالحديث عن المرينج، يمكن أنشيلوتي عم بعيش آخر أيامه في العاصمة مدريد. النتائج السلبية والأداء اللي ما بيطمن أبدا، يعني خسارة الكلاسيكو من برشلونة في بطولة السوبر، تيجي تتعادل مع سوسيداد، تيجي بمعجزة تفوز على فياريال بعد كده متأخر بهدفين بربع نهائي كأس الملك، تيجي بأشواط إضافية تتفوق على ابن مدينتك أتلتيكو مدريد بعد ما أكلك أكل بالشوط الأول. جماهير الميرينجا يا جماعة، جماهير ريال مدريد جماهير ذواقة، وبتعرف الجودة تبع اللعبة اللي عم يلعبوها فريقهم هاد ما بيقدم أي جودة، وهن بيعرفوا معنى كلامي، ما في جودة، جودة مفقودة بنادي ريال مدريد حاليا. بدك تستنى حركة فردية من لاعب رودريجو، لو ما كان متفوق بلعبة أتلتيكو كان الريال ما تأهل لنصف نهائي، وهن بيعرفوا هالشيء هاد. أنشيلوتي بس من دخل بدل خلص أم اللعبة، يعني ما هو عارفان مين اللاعب اللي لازم يلعب أساسي، ما هو عارفان مين اللاعب اللي لازم يروح على الدكة. كتير من جماهير أصدقائي من جماهير ريال مدريد عم بيقولوا إنه لازم فينيسيوس ينقرس يبروك برا مباراتين مشان يعرف إنه الملعب مو مال اللي خلفه، ومركزه مو محجوز له، بيعمل بده إياه، بيهدر اللي بده إياه. يعني تعادل سوسيداد 99% من هاللاعب هذا. برشلونة في صدارة الترتيب لعبان 18 مباراة عنده 47 نقطة، ريال مدريد لعبان أيضا 18 مباراة وعنده 42 نقطة. مركز ثالث ريال سوسيداد لعبان 19 مباراة وعنده 39 نقطة. مركز الرابع أتلتيكو مدريد لعبان 19 مباراة وعنده 34 نقطة. المركز الخامس فياريال لعبان 19 مباراة وعنده 31 نقطة، وخسر أمام رايو فاليكانو في ملعبه، في ملعب فياريال بنتيجة 1-0. أما في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، البولندي روبرت ليفاندوسكي بالصدارة ب 13 هدف، مهاجم بيتيس خوسيلو ب 11 هدف، وكريم بنزيما ب 9 أهداف. هيك بنكون ختمنا الدوري الإسباني، خلينا نروح على إيطاليا لنشوف الصاير هناك.